أهلا وسهلا بكم. نواصل إذن سلسلتنا مع أوبونتو اللغة العربية بدرس حول كيفية حل مشكل دعم اللغة العربية في الطرفية. من يستخدم الطرفية يعرف أن الكلمات العربية سواء كانت أسماء ملفات أو رسائل تفاعلية لبعض الأوامر تظهر معكوسة من اليسار لليمين. نلاحظ هنا مثلا هذا الملف يظهر معكوسا من اليسار لليمين، ولو مثلا أدخلنا أمر التحديث فنلاحظ مثلا أن الكلمات العربية مثلا هنا التجاهل تظهر معكوسة من اليسار لليمين. إذن كيف نحل هذا المشكل؟ هذا ما سنراه الآن، مستعينين في ذلك بالدرس الكتابي، حيث سنقوم بتثبيت بعض المكتبات وتغيير بعض الإعدادات. أولا نقوم بنسخ هذا الأمر هنا لتثبيت بعض المكتبات، نسخ في الطرفية نقوم بلصقه. أنا قمت بتثبيت هذه المكتبات مسبقا، لهذا يظهر لي هنا أمر أو رسالة بأن هذه المكتبات مثبتة. بعد ذلك نقوم بتحميل هذه الحزمة على هذا الشكل. أنا أيضا قمت بتحميلها، ستكون بعد التحميل على هذا الشكل هنا. نقوم بالضغط عليها يمين واختيار افتح باستخدام مركز برمجية أوبونتو، حيث ستظهر على هذا الشكل هنا في مركز برمجية أوبونتو. هنا سيكون زر التثبيت. بعد ذلك سنحتاج لتغيير إعدادات أو تعديل إعدادات الطرفية بإدخال هذا الأمر. أولا لفتح ملف الإعدادات، في الملف الذي يظهر لنا أو سيظهر لنا نقوم بنسخ هذين السطرين لأن هذا الملف الذي يظهر لنا، ونقوم بلصقهما هنا مع الانتباه لحذف هذا الجزء يكون شكل ثاني. أخيرا نقوم بحذف الملف، غلقه وبعد ذلك غلق الطرفية، إعادة فتحها من جديد لنلاحظ هل تم حل المشكل أم لا. إذن أدخل نفس الأوامر التي كنت أدخلت من قبل. إذن هنا يظهر الملف الذي يحمل اسما عربيا كما يجب من اليمين إلى اليسار. نعود لأمر التحديث، نلاحظ هنا مثلا جلب تجاهل تظهر باللغة العربية. إذا كان هذا هو الدرس كيفية حل مشكل اللغة العربية على الطرفية. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله.